شركة الطيران ذا قطر إيرويز ياك هذا الشكل كدع جاره وده سوماليا تدبات كي تجي واي كلو لهين ميت كم ده الطيار ده هذا الله بده الطيار ده دو كلاها الطيار ذا قطر يوتيوب يو كسو كلك اعتمد دو حيا دي سببها أيان سبتدي سجير سدين مسافي سودو يجون كسو داري يقد يسكدو سيدا يشكت سومالي لان هي أدى الدول استجسدو كلام دار ذا مامل كسومالي لان بوجي ده فيسبوك وحيو كشكتي إن سوماليا يحق غلدان أي سيسي ديارة دي استعمالي هو دا سوماليا كواسو كلاها دولي ما ديو أي سمينيين شركة دا قدر إرويس يوتوبيان إيرلينيس سيكا سباتي هيا دا دولي سرايد كي سوماليا هيا شاكتين إي سان جيرين وحق ترا و أي سو تم مصافة دي اسكو جيرين اللبدا ديارة دوت وحايدة احنا يكتاي عالم كام وحاكلو انتا سيكو درين هيا دا دولي سرايد كي سوماليا إن إيه فرينتني اللو داقين ديار دها أفاينو هاللي شركة دا قدر إيرويس والله اللي بي بي سي دا وحاو شاقين هاو شاني أي سيدا وحو داعين أي لو داقين مسؤولين تايقو سيسو لانكا كلانا شركة دا يا وحاو كوفانتين هاو شاني أي سيها بوني وماريين دوليا شيدا عالمي غا يو شغيا كواسو أي شاكتيني وطاو برينيهين دا عدوين كاكيديسكا أي كو قبصة دا هاو دا سريم تلفزيون قال الجزيرة وصوح يجين يبر بهين تجدا قدر يا وحوش يجين ديار نوعيد ويهاي بون تدوب بقول سديتني تدوب يا قدر إيرويس يسيدوك على توبين إيرلينس أي كسكتين ينزل كل عان مال المدى سبتدا هل أي مركز كور مريان هو دا سوماليا الرين كان ويكوت المامين إني أبو ريسو ولا عمني هو دا قبل كجرام لبدا ديار دو ديان سيدو كلا اوكلا سعداري يقرون كا ديار دها يقوين اي يوغاندا يسيدو كلا كان عالميقا اه اي ديار دها اي دوباي اوغيسيس اوغيسيس وحال اوغيسيني يا دمان بلشدة كنول مقالة مقدشة غارهان دادك دانين يا وحبرشدة ان لفوري اصل اكاديميك اسكول واها اكاديميات اتكام بران كرتان كورسوين وحبرشة او تايا سارالي كورسوين كاسي وحا يكاليهين كو باينري اوبشنس واها كورسة اتكو بران دونتان digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa forex qaybtiisa binary options waxa xirfad hadii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waxa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doonta heerka shaqo la'aanta ee ku haysto labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo saddex luqadaha sida english ka sawaaxili iyo arabic ayaa kamida kursooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heer sare ah lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maareynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada hadaba wixii faahfaahintaasi dheer booqo xarunta Asal Academic School oo ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuq bacaad Ruxan Mall ama ka wac taleefannada iyo emailada shaashada ku qoran